ينبغي للمشاور أن يسلك طرقا. أولا أن يشاور قبل أن تقع الكارثة أو المسألة أو المشروع، ما يترك المشاورة حتى ينتهي الأمر. ثانيا أن يستشير من عنده ملكات كمتقي لله مؤمن ليس بحاسد، سليم الطوية، عاقل ومجرب عنده خبرة، يعني أن يشرح له موضوع الاستشارة لا يخفي عليه شيء من المسألة، يكشف له الأمور تماما، ليظهر هذا المشير ليكون على بينة بما يسمع وبما يدلي فيه برأيه يعني.